مرحب بحضراتكم مرة تانية، وأول فقراتنا الحوارية في البيت الكبير النهاردة مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري، مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير عليك يا أستاذ محمود. وحشنا. بسلامتك. أخبارك إيه؟ كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب، سنة سعيدة عليك إن شاء الله وعلى كل مصر. وعندنا شوية ملفات هنتكلم عليها بشكل كبير إن شاء الله. عايزين نبدأ مع حضرتك بمباراة النادي الأهلي وسيراميكا، مشوارنا في الدوري وإن شاء الله الحصول على النجمة 43، ماشيين فيها بشكل أكتر من رائع. مباراة سيراميكا شفتها إزاي؟ يعني هو اللي حصل في الشوط الثاني غطى على يعني إيه، الناس استغربت من أول مرة تشوف الأهلي يلعب في الدوري بثلاثة ديفندر في مباراة سيراميكا. طبعا دي وجهة نظر المدرب الفني، محدش دخل فيها، بس إيه يعني كأنه هناك شعور بالخوف أو شعور بإحساس زائد بقوة المنافس في وسط ملعبه، ما حدش يعني لمسه. يعني أعتقد إيه كان ممكن يبقى فيه الأداء أفضل من كده. مسألة تأخير الفوز للشوط الثاني دي برضو من النقاط المهمة جدا، محتاج هنتكلم فيها مع حضرتك. طبعا يعني الأهلي خلص المباراة بدري، يعني حتى كل المحللين والمتابعين استغربوا إن الماتش وصلت بين المرحلة ليه لوقت كام. دخلنا في يعني في أول الشوط الثاني عشان يستطيع الأهلي يفك بعد كمية فرص في منتهى الغرابة، انفرادات كام حاجة، يعني حاجة ادت إحساس وكأن المباراة ستنتهي بالتعادل من عدم التوفيق وسوء الحظ اللي لازم أكتر من لاعب في أكتر من فرصة. لكن المباراة كانت شد وجذب ما بين الفرقتين، وانت اديت الفرصة لفرقة سيراميكا اللي هي عندها طموح وصاعدة وقدمت بداية طيبة في الدوري ان هي تدخل معاك، يبقى عندها امل انها ممكن تخطف جول. يعني انت لو لاحظت حاجة في لعبة تلعب عليها كذكاء من المدرب، اللي هي اللعبة اللي هي خلف الدفاع ونفس طريقة لعب الشناوي، اللي هي الكورة اللي انقذها محمد الشناوي كانت في منتهى الخطورة من ايمن اشرف، والمهاجم بتاعهم شادي حسين. لو لاحظتها كرة من الحاجات الهجمات الخطيره اللي تحتاج انك انت تقف برضو. يعني عندها شويه كده يعني. صحيح. صحيح. قدامنا ملخص، لكن خلينا اتكلم معاك في النقطه الاولانيه، الشوط الاولاني، وانت قلت يعني ثلاثه ديفندر دي وجهه نظر طبعا الجهاز الفني، بس ما كانش اعتقادي ان هو خوف من المنافس اكتر منه ان هو بيشوف الشكل العام لفرقه النادي الاهلي لو لعبنا بثلاثه. وده وارد في كره القدم، يعني وارد جدا ان المدير الفني يكون عنده رؤيه قبل المباراه بيحاول ينفذها في الشوط الاولاني، ما طلعش الشكل المطلوب، ما طلعش شكل كويس، وده وارد في كره القدم. لكن الاهم بقى انك تبص وتعدل في الشوط الثاني. كلام جميل، لكن انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. ممكن وجهه نظر ثانيه تقول لك ايه، خلص المباراه وبعد كده العب بالشكل اللي انت عايزه، لانك ما تضمنش ظروف المباراه عامله ايه، فتيجي تحط لك مشكله مثلا بصوره انت كمان رايح يعني ملعب برضو انت مش متعود عليه برضو عشان نبقى واضحين. لكن ايه الجو والمباراه كانت، يعني عايز اقول لك ايه، المباراه كان فيها شد وجذب، بس واضح ان عن كده كان في بعض الفرص شايفين يعني النادي الاهلي بعد الفرص، بس يعني انت عارف فرص انت ايه كتير كمان. عاوز اقول لك ايه، بعد الفرص بس ايه، في حاله كان من الاستعجال، عاوزين بولي يجيب جول باي شكل. يا جماعه مش كده، صحيح يجيب جول بس ايه، مش بالصوره، مش عاوز اقول لك ايه، مش بالتسرع. ولذلك انت تلاحظ في حاجات كتير جدا، مثلا في الباص كان ممكن طاهر محمد طاهر بعض الاحيان بيبقى وحده قدام الجول، يعني في حاله انفراد والكره تروح رايحه الناحيه الثانيه. صحيح. يعني برضو لما نزل المعلم في الشوط الثاني والقسطى، ده حاجه يعني دي بقى شغلانته، يعني بيعرف يحطها لمين والفين وفي الوقت ايه. يعني ده برضو ايه، تكلم على قفشه. طبعا على قفشه طبعا طبعا قفشه زي ما احنا اداك ايه، بص اداك الشك. شوف انت كميه الفرص اللي في الشوط الثاني كانت عامله ايه. كانت المباراه تنتهي على الاقل يا كابتن هاني، تنتهي على الاقل 6-0. يعني ايه 6-0؟ ايه ما فيش يعني ايه، بغدون كمان الهدف اللي لغاه الحكم والفار بطريقه عجيبه وغريبه جدا. ما اعرفش امتى الفار هيحسب هدف الاهلي، يعني نفسي عاوز اساله هيحسبه امتى. لان يعني الموضوع حاجة موضوع، لا موضوع جدا، موضوع غريب وموضوع يعني مريب. المساله انت جايب الفار علشان يسهل المهمه ولا يعقدها؟ طيب هل الفار دلوقتي هيبقى انه الحكم يعتمد عليه في كل قراراته؟ يعني لو الحكم شافه قدامه ضربه جزاء ما يحسبهاش، ولا استنى الفار لما يقول له طب الفار اللي قاعد جوه ده مش هيقول يا عم خلاص بطلنا مش شايف حاجه. انا اللعبه من وجهه نظري من السيد القرار في المساله، هل هو سيد القرار حكم الملعب؟ حكم الملعب طيب. طبعا هل يعني الامور يا كابتن برضو في الحاجات دي
هنقول اه لسه بنتعلم ولسه ما بنعرفش نحدد الصوره، هنقعد نقول بقى نقول مبررات، طب لغايه امتى المبررات؟ ماشي، المفروض يبقى في تدريب ومعروف مين العناصر الاساسيه، وزي ما حكم الفار هو لحكم الملعب يبقى حكم الملعب هو صاحب القرار، وعارفين الحاجات اللي بنقف عنديها اللي هي ضربات الجزاء والتسلل والطرد، دي الحاجات طبعًا الاساسيه اللي هي البروتوكول اللي معمول. نرجع لماتشنا، وانت زي ما بتقول الشوط الثاني كان شكل مختلف خالص جدا. التغييرات اللي عملها موسيماني بنزول قفشه وكهربا ووليد سليمان، الدكه قلبت الماتش، الموضوع اختلف تماما طبعًا. يمكن يعني طلع مش اكرم شويه ناحيه اليمين بدل بيكم يعني كان في رؤيه فنيه خاصه لموسيماني عدلت وخلت شكل النادي الاهلي بهذا يعني اداء مميز جدا. بقول لك مباراه تنتهي باكتر من كده، تنتهي باكتر. لا شوط رائع في الشوط الثاني، لكن عاوز اقول لك ايه، انت في مسابقه خلي بالك في ظروف صعبه مظبوط جدا، وممكن كل الكلام اللي بيترمي ان ممكن تحصل ظروف فجاه يقول لك خلاص الدوري كده ستوب وخلاص خلصنا وكمل عشان نضيق الوقت، فخلاص من الاول اللائحه المحطوطه في اللي عملها تم عملتها اللجنه 50 ممكن يقول لك طب مين الاول ده فلان الاول، طب خلاص يبقى هو بطل الدوري ونكمل وخلاص. دلوقتي يقول لك هنأجل الدوري، هتأجل في شهر 7 لو الاولمبياد اتعملت خلاص. فانت طبعا الموسم ما تنساش كمان ايه، بطوله افريقيا داخل معاها، تصفيات امم افريقيا داخل معاها، تصفيات كاس العالم هتبدا، فهيبقى في تأجيلات كتير وهيبقى في ظروف، فانت لازم تخلص ماتشاتك بتاعه الدور الاول وانت على القمه ومحافظ، ولازم تبقى قاري كده وفاهم، مش تديش فرصه وتقول ان انا يعني الشوط الاول يعني ايه، لا اكيد الصوره وضحت بالنسبه للموسيماني، والتشكيله الاساسيه هي اللي لازم تبقى موجوده انك انت تخلص مبارياتك اول باول، وبعد كده في الشوط الثاني بعد ما تكون جبت جول واثنين خلاص بعمل اللي انت عايزه، جرب حسب ايه الظروف، لما تطمن يبقى عندك فارق نقاط كبير ما بينك وما بين الثاني. ها في الحاله دي كابتن هاني بتبقى الفرصه، انت كمدير فني عندك اعصابك اهدى وشغل، لكن انت لازم يبقى شغلك في المرحله دي تثبيت تشكيل اللعب بقوه جدا، لانك انت رايح كمان كاس عالم، فعاوز يبقى عندك انت بتحفظ جمل ها للعيبه الاساسيه اللي انت هتعتمد عليهم. مساله ان انا هقعد يعني مساله التجريب، لا انا يعني لا انا اعتقد ولدي قناعات انك انت لازم تلعب بالعناصر الاساسيه عشان تحفظ كمان. طب هتيجي في بطوله افريقيا اللي هتنطلق يوم 12 و13 فبراير، مباراه الذهاب مع المريخ هنا في القاهره، هتقول برضه فرصه انك انت تجرب وتشوف. لا لا هو انا بتفق معاك تماما، هي في جزئيه برضه حضرتك لازم يعني اكيد انت ملاحظه ان عمليه تثبيت تشكيل ممكن تكون صعبه شويه في اطار فيروس كورونا، ما بتعرفش مين اللي جاهز مين ممكن يغيب في عمليه التجربه، لكن انا في رايي اتفق معاك تماما ان الموضوع اعتقد المكاسب الفنيه من خلال المباراه، اعتقد موسيماني هو الفائز الاكبر. ليه الفائز الاكبر؟ لانه خلاص كان ممكن يكون في دماغه بعض النقاط الفنيه اتضح من خلال تطبيقها في الملعب ان لا مش 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 مجديه دي مش يعني مش هتظهر، وبالتالي خلاص الامور بالنسبه له وضحت بشكل كبير. طيب من وجهه نظرك في هاخد رايك في ثلاث لعيبه، بنتكلم على بدر بنون، بنتكلم على كهربا، بنتكلم على وليد سليمان. طبعا قفشه دوره ظاهر جدا جدا، والفروق ما بين الشوط الاول والثاني هو اللي عملها قفشه، لكن نبدا ببدر بنون، شفت تالقه ازاي في المباراه؟ لا بص مستواه بص بتقدم كده، لعيب هادي جدا بيلعب السهله يعني ايه، بيعرف يخلصها يعني مش معقده، وهي الكوره متعتها انه في لعيب كده تلاقي سبحان الله بيدي ملك عنده ملك انه ياخدها من اللي قدامه ويبصيها صح، ما بتطلعش من رجله غلط. صحيح. وده بدر بنون بيبقى محتاج من ايمن اشرف التركيز زياده في المباراه، يعني ايمن اشرف في المباراه اللي فاتت ايمن من اللعيبه الحماسيين اللي بيبذلوا جهد كبير جدا مع لا خلاف، لكن بعض الاحيان بيقع في بعض الاخطاء، يعني ارتكب كذا خطا في المباراه، هو نفسه لازم هو يبص عليهم يعني ايه يتفرج ويشوف نفسه، لكن وجوده مع بدر عاملين شكل يعني ايه، واحد هادي والتاني قوي وسريع في الاندفاع فبيخلص، لازم يبقى هو ده الموجود ده، يعني كان ايه يعني كان عماد النحاس ووائل جمعه في الباور القوه اللي بيخلص، وفي المعلم اللي هو بيدي بقى باربع عيون بباص يمين وشمال وشايف الملعب وبيتحرك. هتشوف بدر بنون مش دلوقتي بدر بنون مع نهايه يعني الدور الاول ان شاء الله حتى الوصول كاس العالم، هيبقى وصل ان شاء الله للمستوى اللي انت اللي جمهور الاهلي منتظر منه.
ده هو ده الورقه احد اوراق الاساسيه اللي اكيد لا تبقى يعتمد عليها موسيماني من الايه انك انت كل شغل والتحفيظ بيتم انك تنقل الكوره على الارض، ونقل الكوره عرض من ورا لقدام دي برضه محتاجه جهد، محتاجه تركيز شديد جدا، محتاج هيبقى في ضغوط عليك، المنافسين يبقى عندهم طبعا انه فانت ايه، فيبقى فيها شغل بدر بنون مكسب ان شاء الله، يعني ربنا يحافظ عليه ان شاء الله من الاصابات دي، يعني اهم حاجه لك لعيب مميز هيكون له دور في مستقبل الاهلي مش دفاعيا فقط، لا ده هجوميا باذن الله. صحيح اتفق معاك، لان كان بعض الناس في البدايات بتشكك، لكن كل يوم بصراحه وكل مباراه بيثبت انه لعيب كبير ولعيب مميز، عنده خبرات، هادي، بيطلع الكره بالرجل كويس، قوي في اللحظات. حضرتك كمان لما يزيد من سرعته شويه تمام، يعني برضه موسيماني اكيد من الحاجات اللي هيزودها عنه سنه السرعه، اتفرج عليه. لا يعني هيكون حاجه مميزه مختلفه طبعا. نتكلم على كمان هداف الدوري اعتقد لغايه دلوقتي محمود كهربا، والشكل اللي بيأديه بعد نزوله في الشوط الثاني هو وليد سليمان. فرصه عمره يا كهربا، فرصه عمره، يعني انا بقول له فرصه عمره في ظل الناس والحب والكلام ده والاهتمام بجمهور الاهلي والجهاز الفني، فرصه عمرك انك تعمل حاجه وتغير كل الكلام وترد على كل الكلام اللي اتقال عليك والهجوم والتشويه والكلام ده، ان يبقى تركيزك في حاجه واحده في المستطيل الاخضر، انسى اي حاجه بره وحافظ على نفسك، لانك عندك الموهبه والقدرات اللي تاهلك تكون في مكان افضل من كده. لازم يكون عندك طموحات تبقى اساسي في منتخب مصر، لازم يكون عندك طموحات انك انت تقود الاهلي للمرحله دي وتبقى مع الفريق في العناصر دي، عندك كاس عالم ركز ازاي هتعمل، يعني لازم تشتغل على نفسك، لازم تحاول تبعد بقى عن التجمعات وعن الشغل، لانه الغيابات متكرره وكورونا والكلام ده لا مش في صالحك، اعملك مشكله، انت عندك موهبه ربنا اداها لك، موجود في افضل نادي في افريقيا، فرصه كبيره انك انت تقود هذا الجيل لمرحله ابعد من كده، تروح تعمله نتيجه في كاس العالم وتقول والاهلي يستحق، انه بالجهد والعمل انه يستحق يصل المباراه النهائيه، مش اقل من الرجاء ولا اقل من المازيمبي، لكن لعيب مهم جدا، فايق مركز، اتمنى ان هو يبتعد عن كل المؤثرات الخارجيه، يكون تركيزه في الملعب وهدفه ان هو يعمل حاجه لاسمه تكون يعني بالنسبه له حاجه كبيره جدا، والعوده لمنتخب مصر. وانا شايف ان كهربا على الطريق الصحيح بصراحه، ملتزم وبينزل بيغير شكل الملعب بشكل كويس، نتمنى يبقى ليدر كمان، ليدر شيب داخل الملعب، يكون من الناس اللي تقود اللعيبه الصغيره ويكون ليه دور ايجابي في القياده بجانب طبعا دوره الفني. وليد سليمان ده ريحه الزمن الجميل. طبعا ده اللي فاضل من الجيل الذهبي اللي هم يعني من النجوم بقى، بوتريكا بقى والنحاس وجمعه والحضري والناس، يعني دي الناس وعماد متعب وسيد دي المجموعه من اللعيبه الكبيره، اللعيبه المؤثره اللي نزوله لما يبقى تغيير ونازل اخر 10 دقائق ما بيتكلمش وننزل يجيب جول، يعني برضه لعيب، برضه في ناس ممكن من لعيبه الكبار تاخده ان ازاي ننزل 5 دقائق او مش هنزل، يعني في حاجات كده بتحصل، لكن حب الاهلي والعلاقه الكبيره جدا، ووليد لو جينا حكينا ازاي جه الاهلي والحدوته عشان يعمل ايه وصل للمرحله دي للمستوى ده، يستحق حب الجمهور، اتمنى له يعني مزيد من التوفيق، عنده فرصه السنه دي يعمل يعني موسم هايل، هو راجل يعني برضه ليه دوره خارج الملعب مع اللعيبه، ده شيء مهم جدا، دي من الناس اللي هي لازم تبقى موجوده، واللعيبه الصغيره اللي جايه منضم تتعلم منهم، يقعد يسمع منه، يتكلم، يوجه نصايح، الدور مش في ملعب وليد، لا ليه دور اكبر من كده، واتمنى له ان شاء الله موسم كبير ان شاء الله النادي السنه دي ان شاء الله، بطوله افريقيا اللي جايه هتبقى يعني ما فيش وقت، خلي بالك طبعا يا وليد يعني كل يوم بيثبت انه لعيب كبير، انت عندك بطوله افريقيا شوف بدا ايه، ده النهايه هيبقى في 5 مايو، ما فيش يعني 3-4 شهور وتخلص بالظبط بالظبط، فالامور والمشوار مشوار صعب، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر. يعني اخيرا اللي مباراه سيراميكا وايليا، انت رايك فيه؟ ما نقدرش نحكم دلوقتي عليه بشكل كبير، لكن ما انا بقول لك كل يعني الهدف كان ايه، عارف انت كل واحد مسك كان مستعجل، هو بزياده هو مستعجل مسكين عاوز يعلم، ها وده طبيعي جدا، لكن يعني ايه اللي المفروض كان حد يعني عاوز يهدي هاد، لانه التانيين برضو مش هيسيبوك براحه، راح كذا مره ما فيش، طب خلاص يبقى ايه انوع واشكل واحد، لكن هو الولد عنده امكانيات، عنده الامكانيات بس بقى عاوز الهدوء، ومش كان لازم يعني شرط ان هيجيب هدف في الماتش الاولاني فعشان اكسب، لا انت هتكسب الثقه بالاداء في الملعب وقد وعمل كذا كوره لكن ما حلفوش فيها التوفيق، لكن لعيب يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى
يكون اضافه قويه للاهلي، يحل مشاكل كتير جدا. كميه الفرص الكبيره اللي بتضيع دي برضو محتاجه شغل، محتاجه تدريب، محتاجه تركيز. واكيد يعني موسيماني انت بتشوفه حتى في الفرص ده بيقعد يعمل حاجات بره بيتفاعل معاها أكيد. فاعتقد دي هتبقى برضو من الحسابات المهمه جدا طبعا مع يعني مع محمد شريف، مع عوده مروان ان شاء الله، مع احمد ياسر ريان، مع صلاح محسن. عندك كل العناصر تقدر تساعد انك انت تهدف من اي مكان يا كابتن. ان شاء الله بالتوفيق. قبل ما نسيب مشوار الدوري وعايزين نتكلم كمان على مباراه يوم الثلاث مع الانتاج الحربي. المباراه تاني الناس بتشوفها على الورق مباراه سهله، لكن في اعتقادي دايما مباراه الانتاج الحربي مع مدير فني قدير زي الكابتن مختار ما بتبقاش الموضوع سهل، لكن يعني شايفها برضو فنيا ازاي، وشايفها على مستوى الاستعدادات كمان. انت داخل على كاس العالم للانديه، عندك السكاوت كبير جدا، تفتكر هيدخل بقى يغير شويه في التشكيل موسيماني في مباراه الانتاج الحربي؟ لا هيدخل، هو هيحاول يدي كل الفرص، بس اعتقد مباراه الانتاج الرساله تبقى تروح له واضحه، لانه برضه الانتاج من الفرق المشاكسه مع الاهلي. السنه اللي فاتت عمل تعادل في مباراه يعني 1-1 لو تفتكر. كابتن مختار مدربين الكبار بيقرا الملعب كويس جدا، تعرض لظلم فريق في مباراته مع بيراميدز بصوره واضحه، والحكم عمل موقف غريب جدا، استئناف اللعب واللعيبه مصابه على ارض الملعب، وكانه يعني جامل الضيوف. حتى هو كان ليه تصريح بعد المباراه، تصريح يعني مثير عن الروح الرياضيه والكلام ده. لكن مباراه الاهلي والانتاج دايما بتبقى مباراه شد وجذب ومباراه مش سهله. الانتاج بيعاني في جدول الدوري، لعيبه كتير عنده مشيت، الحارس المميز عنده عامر راح سيراميكا، اكتر من لاعب انتقل، قدم كذا لعيب مميز، لكن ده مش هيكون لقمه صيغه للاهلي، هتبقى صعبه جدا. محتاج انك انت زي ما انا بقول لك، محتاج في الحاجات اللي زي في المباريات اللي زي دي لما يكون المدير الفني حافظك وعارفك ويعني قريب جدا، فاعتقد انك انت محتاج انك انت تخلص المباراه. خلص المباراه بقى كده بجرب، يعني لو انت اخرت ما تضمنش الماتش ممكن يقلب في لعبه، في كوره، في زي ما انت شايف حجم الفرص اللي بتضيع وانفرادات بصوره غريبه جدا، ممكن يكون عندك سوء توفيق في اليوم ده فتبقى عندك مشكله. مباراه صعبه، مباراه يعني عاوز اقول لك انه كمان اليوم هيبقى طويل، يومها في مباريات 5 وقبلها ساعتين ونص، ومباراه الاهلي هتبقى 7:30، فاعتقد انه محتاجه تركيز انك انت تخلص مباراه الانتاج الحربي، لان المباراه من المباريات اللي الاهلي بيعاني فيها كتير جدا. طيب نسيب مشوار الدوري ونروح للبطولة الأفريقية، والقرعة كانت طبعا في مركز الكاف أو في الكاف هنا في القاهرة، قرعة أبطال أفريقيا أبطال الدوري. شفت القرعة إزاي والفرق أو مجموعة النادي الأهلي اللي فيها طبعا المريخ السوداني، وبتتكلم على سيمبا، وبتتكلم على كمان الفريق الثالث، بنتكلم على فيتا كلوب طبعا. يعني شايف المجموعه دي ازاي وفرص النادي الاهلي؟ انا ضد كل الكلام بتاع ان بامانه شديده مش المجموعه مش سهله. طب انت اول ما يعني انت اكيد شفت يعني شفت القرعه، يعني المباريات مش يعني مش صعبه جدا ومش سهله، لان المنافسين برضو عندهم طموح، وانت لعبت معاهم، واحنا لينا تجارب مع سيمبا، يعني كسبناه هنا وكسبنا هو هناك، مظبوط. وانت تتوقع كسبنا 2-0 ماشي. فيتا كلوب مدرب بتاعه يعني مدرب عارف وصديق موسيماني، وعارفين بعض وحافظين برضو من الانديه اللي بتنافس مازيمبي، وليه يعني نادي شرس على ملعبه، وبرضه يمتلك مجموعه من اللعيبه المميزين. المريخ اللي راجع بعد 3 سنين للمشاركه في دوري الابطال، برضه من الانديه الكبيره اللي لها باع في افريقيا، مهم جدا يبقى عنده، خاصه المباراه اللي في السودان يعني عاوز اقول لك ايه، لم يعد هناك في الكوره مباراه سهله ومباراه صعبه، او مجموعه، او البعض يحاول يسوق ان انا في مجموعتي صعبه جدا وقاتله، وان انا مش عارف ايه عشان اقول انه التاني بيلعب اي فرق. الكلام ده يا جماعه اللي وصل دول ابطال الدوري في بلادهم، مش ابطال كاس مصر، دول ابطال الدوري في كل ده، كل واحد فيهم ممثل يا بطل الدوري يا اما الوصيف، يعني 1 و2، فدول الاقوى والافضل، دول افضل 16 فريق في افريقيا استطاعوا ان هم يصلوا في البطوله دي. فاعتقد انه الحسابات عمرها ما بتكون بالاسماء، الحسابات بتكون بالمباريات، بالتوقيت، المباراه حالتك ايه، ممكن يوم المباراه تخسر وتخسر المباراه الثانيه وتخسر المباراه الثالثه وتخرج من البطوله. كل فرقه ما عادش هناك خلاص صغير وكبير في افريقيا، خلاص ده الاسماك الصغيره بتاكل الكبيره دلوقتي. انت عندك المشهد كبيرة. لا المشهد لا مختلف، افريقيا خلاص يعني اتغير بصوره كبيره جدا، واعتقد المستقبل هيقول لك انه في انديه هتاخد بطوله دوري الابطال غير الاهلي والزمالك والوداد.
الوداد والترجي، وفي ناس هتطلع في تطور في اهتمام. لاحظ انه مثلا رئيسة سيمبد سيدة، رئيسة فيتا كلوب برضو سيدة على فكرة، ماشي. مريخ يبقى واضح، يعني عايز اقول لك ايه، يعني برضو دي الحاجات الجديدة ما كانتش موجودة في افريقيا انه السيدة ترأس نادي. أيه. دي كلام. فبرضو الناس دي بيبقى عندهم طموح انهم يعملوا حاجة. كمان الاندية دي تبع شركات بترول او شركات في استثمار، في شغل، في انفاق، في يعني ايه الاحساس بانك تصل للعالمية وكأس العالم الاندية، برضو طموح بيزيد عند الاندية دي. لكن الحديث عن انه مجموعة فلان سهلة ومجموعه فلان صعبه، يا جماعه لا، ما بتبقاش الحسابات كده. الحسابات بتبقى انك انت في ادائك في المباراه، هل استطعت انك تفوز على الانديه دي؟ الفريق اللي يستطيع انه يفوز ويحقق الفوز خارج ملعبه هم من سيضمن الصعود والتاهل براحه. لكن اذا لم تحقق النتائج ايجابيه خارج ملعبك هتعاني. وفلسفه الفوز خارج الملعب هي دي بتدعم البطل، هو اللي بيسعى لها لانه عنده طموح ان هو يفوز بالبطوله. اعتقد النادي الاهلي يمكن يعني يمكن بعد غياب طويل من الفوز خارج الارض، لكن فوزه على الوداد في النسخه الماضيه خلاص بقى النادي الاهلي تمام. لكن افتقدها بعد انت الفتره بالزبط. اللي انت تراك دي يعني بص اثرت وعملت ايه، عملت مشكله عند ايه الفتره اللي هي 7 سنين، المجموعه الموجوده ما قدرتش تكسر الجزئيه دي. أي. لما كسرتها وبتاع بقى خلاص دلوقتي، انت دلوقتي خلاص تحطيت رجل وعديت مرحله خلاص كنت ايه حاله من الخوف، خلاص بقى عندك ثقه، بقى انت شخصيه البطل بدات تتضح. فهيبقى الوضع مختلف. البطوله اللي جايه هتبقى بطوله صعبه جدا نظرا لضيق الوقت والتسارع. برضو دي دلوقتي انت المشوار مش يعني المسافات مش بعيده، مش بعيده على مباريات سريعه جدا في اوقات ضيقه، في اوقات يعني ضيقه كمان، موسم مرهق، ف منافسات محليه صح. منتخب انديه، فاعتقد الامر هيبقى مش بقيمه المجموعه بقدر ما قيمه انك انت هتستطيع تفوز ولا لا. حتى لو كان ممكن فريق ضعيف انت شايفه ضعيف في الكوره، مفيش حاجه اسمها ضعيف، ممكن يفاجئك على ملعبه ويخسرك لانه ظروف المباراه والتحكيم وما تعرفش كوره هنا وكوره هناك. لا، المساله ما بتحسمش بشكل جميع، لان برضو الفرق الموجوده هنا فرق مميزه ويبقى عندها طموح. الفرق في باقي المجموعات هتبقى برضو مميزه وعندها طموح، والمفاجات وارده، والنتائج الكبيره هتبقى وارده برضو. ومن خلال اعتقد السكواد للنادي الاهلي، والخلاص النادي الاهلي اعتقد عنده اكتر من 2-3 لعيبه في كل مركز، وده كان حريص عليه مجلس النادي الاهلي انه يوسع القاعده شويه ويبقى عندك يعني عندك لعيبه كتيره في مراكز يعني طبعا لعبوا اثنين لعبوا اثنين، عندك بطولات كبيره جدا. طبعا حضرتك شايف ايه المركز ان ممكن يعني خاصه هنتكلم على كاس العالم للانديه، شايف ان النادي الاهلي بيفكر انه يدعم في المركز ده قبل كاس العالم للانديه، ولا النادي الاهلي مكتفي بالمجموعه اللي معاه؟ لا اعتقد في دي يعني بص اعتقد انه الوقت خلاص يا كابتن، يعني ما فيش انت عندك وقت دلوقتي تدور على، انت بذلت جهد يمكن مع صفقه سيرينو وقفت لاسباب يعني مفهومه، ويعني اسميها استغلال، عاوز احقق بقى المكسب. مش هقول مين دخل ومين ما دخل، لا يعني ان اي نادي شايف انك انت لعيب. لكن انا لو جيت اتكلمت عن جوزيه سيرينو وانه كلاعب كبير جدا في صن داونز، طب ما يعني ما ده يخليك يجرك انك انت ما تفكر، لو انت شايف محتاج ما تفكر تبص على كره امريكا اللاتينيه. يعني ممكن تكلم في حد يدور لك على حاجه، يعني مثلا افرض خلاص سيرينو خلاص مش هيفرط في صن داونز، خلاص انتهى المساله، هل هنقف عنده؟ لا يعني يبقى انت عندك كان المفروض عندك واحد واثنين وثلاثه، عندك في عندك يعني واحد واثنين وثلاثه، وتدور على مدارس مختلفه، ناس مختلفه، لازم يبقى عندك فكر في انك انت تدور على حد يعمل لك نقله ويعمل لك اضافه. مش هو خلاص 29 سنه، يعني لو لعب سنه سنتين تاني او لعب 3 سنين مش مختلف. لكن انت كنادي اهلي بحجمك الكبير ده وسمعتك والكلام ده يستحق انك انت يبقى عندك بدائل اخرى توفر لك انك انت تدور على الافضل بمجال اوسع لو انت عايز. يعني فكر مدرسه امريكا الجنوبيه، لان امريكا الجنوبيه بيكون فيها لعيبه مميزه، وخلي بالك الارقام ما بتكونش عاليه، وخاصه لو ما بيلعبش منتخب. انا بقول لحضرتك يعني انت في ايه في منتخب بلد. ايوه يعني دع افريقيا دلوقتي خلاص، افريقيا العين عليها، دور هناك ممكن تلاقي حاجه تعمل لك نقله. يعني فما اعتقدش الظرف والوقت ده هيبقى الاهلي هيدور على حد، انت خلاص القايمه المحترفين قفلت. يعني انت دلوقتي بتحل مشكله جيرالدو وبتحاول تريح الامور، بادجي اديك انت عملته اعاره مثلا في تركيا، هتمشي من تاني. عوده اجي مهمه جدا،
لازم التركيز على اعاده اللعب. ده من اللعيبه المهمين جدا. اه طبعا عجيب، من اللعيبه المهمين جدا ولعيبه الاضافه ويحل لك مشاكل كتير جدا. ووجوده في فرقه الاهلي مع علي معلول بيعمل نقله مهمه جدا. انت دلوقتي عندك العنصر واثنين وثلاثه، صحيح لما يبقى عندك اجاي موجود مع علي معلول ادي جابها وجابها ثانيه، محتاج حسين الشحات نفسه يراجع نفسه شويه كده في 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 يعني في في, في المرحله دي يركز اكتر، يركز اكتر من كده. لا يعني ما بقاش تفكير واثنين المرحله، لا المرحله مش هتتحمل، لا انت لازم تكون موجودين. لما تروح كاس عالم الانديه انت مش راح تتفسح، لازم يكون عندك هدف. وتوقع المفاجآت وشوف المنافسين اللي هيلعبوه والقرعه يوم 19 وشوف مين انت هترتبها هيبقى عامل ايه. يعني هيبقى في دراسه وفي شغل وفي عمل بالاجل تحقيق هدف. فاعتقد انه لا يعني الاهلي قادر ان هو يعمل شكل من مجموعه العناصر دي، لو لا بشرط التركيز وتصحيح الاخطاء والتعلم والتركيز في الملعب. شغلانتك في الملعب مش شغلانتك في اي حاجه ثانيه، وعندك كل الامكانيات بتاهلك انك انت تزيد. لازم النسق يرتفع اكتر من كده، ولازم الشغل الجماعي يبقى اقوى من كده، ولازم الالتحامات والقوه والتركيز يكون اعلى من كده. وده استعداد لكاس العالم للانديه والمباريات الجايه سريعا. ما عندكش مجال هتستعد منه كاس العالم غير المسابقه المحليه بتاعتك. المحليه بتتكلم على مسابقه، وانا في اعتقادي بكل امانه الدوري بادئ بشكل جيد. الدوري المصري على المستوى الفني على المستوى البدني لا باس به، في فرق عامله نتائج كويسه. يعني خلينا نتكلم ان ده هيساعد كمان ان الجزء الفني والجزء البدني يكون عامل مهم جدا. لكن على مستوى كاس العالم للانديه هتقابل مدارس مختلفه، هتقابل ظروف مختلفه، هتقابل يعني فرق بتلعب كره مختلفه شويه. شايف ان شاء الله النادي الاهلي قادر يوصل لفين في كاس العالم؟ اقدر يعني مش عاوز اقول ان احنا نتكلم غير لما نشوف القرعه. يعني صحيح. ترتيب القرعه برضه هيحدد لك يوم 19 هيبقى ايه قدامك، انت عارف مين هتقابل مين لو خسرت مين. الاهلي في التجربه الاولانيه في 2005 خرج من يعني خرج من الدور الاول، ما كملش. ليه؟ ما كانش عنده، ما كانش في الخبره بتاعت اليابان وفرق التوقيت وبتاع والاستعداد، ما كانش الاستعداد كافي. بعد كده لما جيت البطوله اللي بعدها في 2006 عملت بقى يعني انجاز مهم اللي هو ثالث العالم، وكان ممكن تروح لاكثر من ثالث العالم لو كان في نوع من التركيز الاول. بس يعني بعض الاخطاء برضو مع فرق الكوره والسرعه والقوه يعني والجيل الكبير ده. لكن بعد كده طبعا لما حصل بقى ومازيمبي عمل نتيجه كبيره جدا في 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 دوره الامارات الشقيقه ووصل للمباراه النهائيه، لما العين كمان وصل كمان في البتاع، لما الرجاء في 2014 برضو وصل برضو للمباراه النهائيه. الاهلي مش قال الاهلي يستطيع ان هو يصل للمباراه النهائيه ويحقق نتيجه كبيره جدا، لكن ده مش هيجي بالكلام، ده هيجي بشغل. واكيد موسيماني عارف كده، واكيد هو موسيماني عاوز يوصل وعاوز يعمل حاجه. بس طبعا ده مش يعني مش هيكون يعني مش في يومين وثلاثه واربعه، يعني مش لازم مزيد من التركيز، مزيد من يعني عاوز اقول لك ايه، كل لاعب يبقى عارف لما بيطلع الكره بيطلعها بتحرك، القوه، السرعه، الانطلاق، يعني دي كل دي الحاجات دي اكيد هتبقى في المرحله الجايه اكيد. انا بمستوى بص بمستوى افضل، يعني يبدا الاداء والنسق والريتم يعلى شويه واعتقد انه مباريات الدوري هي خير وافضل اعداد وتجهيز لكل العناصر قبل انطلاق المونديال. وفرصه جيده جدا ان مباراه الدورة على مستوى اعتقد لا لا كويس. لا في فرق مستوى في فرق يعني بتاخد لازم الملعب. لا لا لازم ده شيء كويس يعني ده لازم لا لازم حلو قوي انه لازم عشان تتعلم هتتعلم من الاخطاء ازاي. يعني انت كفريق لما تعرضش لفرق منافسه وقويه صحيح بتجابها مظبوط بتبذل مجهود وتطلع افضل من مش هتروح انت مش هتعلى كمان مش هتعلى انت هتبقى انت لا لازم تشعر انه لما المنافس اللي معاك قوي ولازم انت تعرف مفيش مباراه سهله خلاص انتهى مساله المباراه سهله خلاص. وانا باكد كلام حضرتك، وخاصه كمان خلينا نتكلم بكل امانه حتى مباراه النادي طلع الجيش والزمالك. الزمالك قدم مباراه جيده جدا على المستوى الفني والبدني، وده كمان لازم يكون في الحسبان ان احنا لا في منافسين اقوياء ظاهرين. نادي الزمالك بيأدي بشكل كويس، عندك سيراميكا، عندك بيراميدز، عندك مجموعه من الفرق اللي بتقدم مستوى جيد. وانا في اعتقادي ان ده هيكون سبب رئيسي ان النادي الاهلي يحافظ على مستواه ويعلى بمستواه ان شاء الله للوصول
لاعلى فورمه في كاس العالم للانديه ان شاء الله، فده مهم جدا يعني. لا الزمالك قدم مباراه طبعا، وده خلي بالك ده اضافه للمسابقه، انت مش عاوز مسابقه من طرف اللي واحد ده اللي بتكلم عليه. لا انت لما عندك انت لازم يبقى عندك ساعتك انه يبقى في مباراه فيها ثلاث اربع منافسين، ده بيصب في مصلحتك ده يعني طبعا. والفرق لما يكون الفرق تباعده ثلاث نقاط اربع خمس نقاط ست نقاط غايه المنافسه، ده بيبقى شكل وخلي اللعيبه دايما مركزه واللعيبه والجهاز الفني دايما مركزين على اعلى مستوى. طيب هنروح لملف ثاني يا استاذ محمود، واللي بنتكلم يمكن هنا في البيت الكبير مع حضرتك ومع السادة الضيوف على انتخابات الاتحاد الكورة، وكان كل الحلم اللي هو تنظيم رابطة الأندية المحترفة. يمكن ان امبارح الأستاذ أحمد مجاهد كان قال أو كان بعد يقول أنا بعت للأندية عشان تبعت مرشحين لرابطة الأندية، وكان آخر ميعاد يوم 10 يناير وللأسف ما استجابتش الأندية للدوري فتأجل الموضوع وهيحددوا معاد تاني. هل لما بنتكلم على رابطة الأندية المحترفة وبنقول كان اللوم على اتحاد الكورة انه ما بيبعدش دلوقتي، هو يعني كابتن أحمد مجاهد رمى الكورة في ملعب الأندية فقال لهم ابعتوا مرشحين فالناس ما بعتتش، فبالتالي الأمور ممكن تتأجل بشكل أو بآخر؟ خلاص هي كده يعني هيرموا بقى خلاص، يعني احنا هننسى الرابطه دلوقتي خلينا دلوقتي نكمل في الموسم، لانه يعني مساله يعني ايه ابعت مرشح من عندك؟ يعني ايه هو الشكل والهدف من رابطه الانديه المحترفه؟ ان انا هجيب من كل نادي واحد، ولا اتحاد الكوره ها، ولا الجمعيه العموميه او مجموعه ال 18 نادي بيرشحوا مثلا المجلس تكوينه مثلا سبعه ولا تسعه ولا ثمانيه، سبعة تشكيله يبقى من اتحاد الكرة اثنين، من الأندية خمسة، وفي رئيس. الناس دي هتشتغل بمقابل، ولا الناس دي هيتم انتخابها وتتحاسب وتبقى بقى حسب التقسيمة يعني، ولا يعني ايه الهدف؟ الهدف انك انت لما تيجي تكلمني على رابطة يعني انت مش بتتكلم على الموسم ده، رابطة الأندية المحترفة يعني فصل الدوري بمسابقاته بكل حاجة بعيد عن اتحاد الكرة. اتحاد الكرة ده بقى شغل منتخبات كاس مصر فقط. هل ده هيتم السنه دي؟ ما البطوله انطلقت وخلاص. انت المفروض وزي ما احنا قلنا انه لحب كان اللي اتحط فيها انه بدء انشاء للمسابقه دي ولا المسابقه الجايه؟ برضه مش مفهوم يا كابتن هاني. طب اختيار المجلس بيبقى شكله ازاي؟ يعني ايه اللائحه محطوط ايه تفصيل؟ عايزين ناخد خطوه يا استاذ محمود، عايزين ناخد خطوه ان احنا نعمل حاجه. فاحنا كل سنه طب الانديه ما كل سنه عامل انت رابطه الانديه ما لهاش دور. لا بس خلينا شكل واحد كرسه عايزين نعمل شكل احترافي رابطه انديه محترفه زيها زي الدوري الانجليزي زي الدوري الالماني. ماشي، من امتى يا فندم؟ بعد المسابقه ما انطلقت ولا هتعملها في الدور الثاني ولا ايه؟ انا عاوز افهم. ايوه ما هو لازم نحط معايير ونحط هنبدا يعني لما حضرتك يا فندم انتخبت انت الرابطه دول هتسلمهم الدوري؟ اه طبعا. مش هيحصل يا فندم. ليه؟ مش هيحصل يا كابتن هاني والله. الله يبقى شكل كده جايبهم ليه؟ يعني اللي انا عايز اقول لك ايه؟ انت محتاج تجيب اول رئيس للرابطه تتفق عليه الانديه، مش بس تقول لي رشح لي واحد. لا انت بس هم مش سبعه هو من جوه هيختاروا الرئيس. ماشي، رشح واحد وجهه نظري حد اداري، يعني حد اداري ويكون كمان محايد بعيد عن الاهلي والزمالك عشان يطلع من الدايره دي. خلاص، مين اللي هيختارهم؟ ال 18 ولا اتحاد الكوره؟ لا المفروض ال 18 اللي هيختارهم. ال 18 مظبوط. خلاص، طب هل انت دعيت بتقول ان انا بعت لل 18 بقول لهم رشحوا لي؟ لا يا فندم، انت تبعت تجيب الرؤساء ال 18 نادي وتقعد معاهم وتخلص الموضوع في قاعده مش بالورق. يعني تعالوا مين يا جماعه؟ احنا هنعمل كذا وترتيباتها 1 2 3 4. خلاص، عاوزين في الاجتماع ده مش هنطلع النهارده او الاجتماع الاولي وبعد بكره اجتماع تاني، عاوزين نرشح هنرشح سبعه، السبعه دول يبقوا ممثلين لكذا، وهيبقى الناس دي هتاخد مرتبات كذا عشان هي المسؤوله، وهيبقى عندنا لجنه حكام منفصله مالهاش علاقه، عندنا لجنه مسابقات، مش بص يا ريس، عندنا لجنه ملاعب، كل الحاجات دي تبقى ايه؟ تطوير للمسابقه. طب هتبدا تطبيق الكلام ده فين؟ وهيتم تسليم المسابقه ليهم رسميا، واتحاد الكوره مش هيبقى له علاقه بالكلام ده. من امتى؟ من السنه دي ولا من الدور الثاني ولا يعني انا في اعتقادي اول ما الرابطه تتم ويبقى في رابطه عندنا بتسلم المهام الخاصه بالرابطه لان هي جايه عشان كده. ده المفروض، ده جاي عشان ده كده. ده المفروض يا فندم، ده ايه؟ ده المفروض الحاجه الاساسيه. وبعد كده اتحاد الكوره بيبقى دوره ايه؟ زي في كل دول العالم اللي بتطبق الكلام ده، ملوش دعوه بالدوري. خلاص، الدوري بقى له ايه؟ هيئه مستقله هي اللي بتدير وهي اللي تتحاسب وتطور مسابقتها ازاي وتنجحها، ويبقى عندها دخل تسويق كبير جدا بيضخ في مين؟ في تطوير اللعب.
الجزء بتاع الانديه المحترفه بتاخد، بعد كده في جزء بيتوزع على قطاعات الناشئين وتدعيم الانديه الفقيره يعني عارف انت ده شغل بقى ايه جدا ده شغل كبير جدا. ما انا بقول لك الكلام ده ما ينفعش تقول لي انا بعت جواب قلت يا فلان رشح لي حد من عندك. يا فندم رشح لك ازاي؟ ده الناس دول المفروض يجوا اللي هيتم اختيارهم من ال 18 قاعدين هيتفقوا على اختيار سبعه ومنهم اثنين اعضاء مجلس اداره من الاتحاد، هيبقوا ممثلين اتحاد الكره فين؟ في الرابطه. في الرابطه اعتقد سبعه واثنين تسعه او خمسه واثنين يبقوا سبعه يعني ورئيس. الكلام ده ما بيتمش بالمراسلات، لا ده انت تجيب ال 18 نادي رؤساء الانديه او من يمثل وصاحب القرار وتقعدوا مع بعض وتتفقوا على شكل واخترنا فلان يا جماعه، عمل انتخاب وتم اختيار، طب الناس دي اللي هتدير؟ هتدير كده محبه ولا الناس دي شغل احترافي مسؤول هتتقاضى رواتب عشان تحقق افضل ويحصل نوع من التفرغ بالهدف والتجويد والناس عندها ثقه وعندها مجموعات عمل ويبقى شغل والكلام ده. لو انت هتمشيها بالحب بلاش، يبقى ما فيش حاجه اسمها رابطه الانديه المحترفه. لازم تمشي وتعمل نقله بشكل كامل بعنصر. انا اخترت كابتن هاني دلوقتي، اتفضل يا كابتن هاني قول لي تصورك اللي انت ده تطوير مسابقة. يعني حضرتك بتقول ان يعني ده مؤجله لانتخابات الاتحاد الكوره، يعني بعد ما يجي اتحاد الكوره المفروض بعد ما يجي اتحاد الكوره منتخب يتم حسم المساله يتم حسم المساله لكن دلوقتي بس تقول ان انا هعمل وايه والكلام ده يبدا التجهيز واختيار الناس دي خلاص انهم هيتولوا من السنه الجايه يا كابتن هاني خلاص هم يعمل التصور الدوري بشكل هو اللي يدير كل حاجه. يعني من وجهه نظر حضرتك ان بيتم مناقشه هذا الملف المفروض من خلال للمسابقه اللي جايه ان شاء الله من خلال اتحاد الكره المنتخب السنه دي بيتم يعني بيتم وضع هذا الملف لمده سنه، بيتم كل الدراسه اللي فيه بالاشخاص بالشكل العام هيتم بانهي شكل ويبدا مهامه من الموسم اللي جاي. المسابقه يعمل بقى يورينا بقى اللي هيديروا دول هيعملوا ايه خلاص يبقوا عارفين ان هم هيتحاسبوا، مش مساله انك انت خلاص يا عم انت قعدت هنا، لا ده في ناس هتراقبك برضه، في ناس هتراقب وده يبقى هدف. يعني انت ايه؟ انت اتحاد الكوره سيبك من الدوري بقى، ركز على حاجه اخطر من الدوري، انك انت تطور الكوره نفسها في بلدك في قطاعاتك الناشئين المختلفه في مستوى الجمهوريه، مش تركيزك هنا على القاهره والحاجات اللي خش بقى على الاقاليم وسع الدايره وكبر عشان تطلع مواهب. ما هو لما تيجي ما انت اللي هتكبر وطلع يعني عايز اقول لك ايه؟ ما هي مهام اتحاد الكرة اعتقد كمان اعتقد مهمة جدا لانها هي اللي بتبني القاعدة وهي اللي بتهتم مش وخلينا نتكلم في ملف كمان مهم جدا مش بس الاهتمام باكتشاف المواهب الولاد وبتبني قاعدة لكن تطوير المدربين يا استاذ محمود تطوير المدربين ده شيء مهم جدا انك انت كاتحاد الكرة وده اللي بيقوم به الاتحاد الالماني حاليا ان هو عنده يعني عنده ملف تطوير المدربين الالمان وانت شفت يمكن بنشوف في الدوري الالماني مدربين مفجأت. عندهم 32 سنه و33 سنه خلاص فالملف ده مش يعني ملف مهم جدا الناس مش شايفاه للاسف. ايوه شفت انت بتقول ايه؟ انت ده الهدف الاساسي بتاعك، سيبك بقى من الدوري خلاص خليها مسابقه وبيديرها ناس هم بقى المسؤولين، انت كاتحاد كوره بخد نقله ثانيه خالص وروح في حته ثانيه عشان انت تطلع بقى توسع وتكبر وتزيد لانه كل ده بيصب في الان في صالح مين؟ منتخبات وانديه وبتروح كل ما تتواجد الكوره المصريه في محفل دولي ده بياكد على نجاح اتحاد الكوره مش نجاح شخص، نجاح في منظومه ناجحه. انت لما يروح الاهلي كاس عالم للانديه السنه دي وروح نادي الزمالك كاس عالم للانديه السنه اللي بعديها وروح نادي الاسماعيلي ياخد بطوله عربيه وروح نادي مش عارف مين ياخد مش عارف يعني عاوز اقول لك ايه؟ في 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 هيبقى في شكل ده دليل عليه في مسابقه في مسابقه قويه هو منتخب مصر لما سيطر ثلاث يعني دورات متتاليه كان فاضي كان بفضل مسابقه دوري قويه جدا دحية. جدا وتالق اهلاوي على الصعيد الافريقي وادى العناصر واضحه وملامح ومواهب يعني فانت هنا هتقدر تقول لي تعالى نعمل ما كانت معموله رابطه الانديه وكان رئيس اخر رئيس ليها المهندس محمود الشامي كان ايه دورها الراجل؟ ما فيش موجوده وخلاص اسماء ما كانش ليه صلاحيه ما فيش صلاحيات يا فندم وما عندوش كمان يعني لازم لو في قرار لازم يرجع لرئيس دي مش الكعكه ده دي التورته ها ما دي لو اتسحبت انا بقول لك اهو لو اتسحبت ده هيكون اصعب قرار على القائمين على اتحاد الكوره ان هم يفرطوا اقامه الرابطه وتنفصل بمسابقه الدوري وكل ملاحيها وتطلع بره. تفتكر لما في هيكون في يعني هيحطوا بعض العراقيل او هيحطوا ايه العراقيل محطوطه خير محطوطه من دلوقتي مش محتاجه ما انا بقول لك طب ما هو لغايه امتى؟ ما انا بقول لك لغايه امتى؟ هنا هي بقى دور الانديه هنا دور الانديه انت لازم الانديه تبقى الكبيره قوية لازم الانديه الكبيره من الصحيح عندهم ايه؟ عارفين ان مصلحتهم
ان هم يبقى عندهم هم اللي بيدوا مسابقتهم. هم جمعيه، هم الجمعيه العموميه، هم الاقوى. بالظبط. هم الاقوى لانه نجاح البطوله دي ممكن تبقى تروح في حته ثانيه اكبر كده. تستحق في 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 جمله المبالغ الضخمه. انت لما تيجي تحط ترتيبنا في الدوريات، ترتيبنا في الدوريات العربيه في المبالغ الرهيبه اللي هي ال 50 مليون وال 100 مليون دي، في العقود بتاعت اللعيبه كبيره جدا. طبعا. شيء مبالغ جدا في بطوله. طب معلش ما فيش جمهور عشان الظروف. الاداء يعني، يعني البدايه السنه دي يمكن السنه دي بدايه قويه جدا. ده حقيقي. بامانه، يعني حقيقي. بامانه شديده وواضحه. عاوزين نكمل. عاوزين اللي بيدير يفكر ازاي يرجع الجمهور تدريجيا. يعني ايه؟ ما انت اللي جايبه ده مش جايبه يقعد على كرسي. ده جاي يقدم لي خريطه وبيقول لي انا هعمل لك واحد. مظبوط. اثنين. في اول سنه انا هعمل لك واحد واثنين. اهم حاجه في السنه الجايه، اول سنه، في السنه الجايه انا هطور لك نقلتين. هعمل كذا. السنه الثالثه انا هوصلك لمرحله تروح في الحته الفلانيه. يبقى انت ايه؟ عملت شكل. عملت شكل بيه ببطوله قويه و18 نادي قوي، ممكن تنزلهم ل 16. وارد. يعني ممكن تنزلهم عشان تقرب. ايوه طبعا. ماشي. تنزلهم بمدار. هم لازم ينزلوا 16. جدا عشان اقوي. يعني هم لازم ينزلوا 16. وتعمل ايه؟ ويبقى عندك بقى علاقات بقى مرتبط بره، واجيب العب بقى كاس ايطاليا عندي مباراه نهائيه، كاس انجلترا تعالوا العبوا عندي في مصر، السوبر مش عارف إيطالي. سوبر هنا تعالوا العبوا، مش عارف نروح نلعب هناك. يعني عاوز اقول لك ايه؟ يعني ان واحد تسويقي لازم يكون ده الشغل بقى، ده الشغل بقى. يعني بطور وبروح وبجيب لعيبه، وانا كاتحاد الكوره اجيب مدربين على مستوى يعلموني، واجيب ناس تطور لي، وابص بره وابعت ناس بره واصرف عليه يعني، واطور منظومه التحكيم واجيب حكام كبار من بره اقول لهم اتفضلوا وروني هتعمل ايه. انا هجيب، انا كرئيس رابطه هجيب رئيس لجنه حكام اجنبي ومعاه ناس اقول له تعال علمني، يقول لي يا عم عاوز اطور لك. اختيار الحكام بيتم ازاي والتقييم والكلام ده والتعليم بالبروتوكول الحكام ده والكاميرات اللي ناقصه في الملعب عشان الحكم الفار يقدر يشوف صح. كل دوت بقول لحضرتك كل دي لازم تجيب ناس بقى انت هنا ايه تطور. لكن المساله اعتقد صعبه ومش هياخد الخطوه دي ويجبر اتحاد الكوره عليها سوى انديه الدوري الممتاز. واعتقد ده في صالح الانديه، في صالح اللعبه يعني، مش في صالح اشخاص. وخلي بالك كمان انا في اعتقادي ده في صالح الانديه ما بين قوسين الانديه الصغيره مش الانديه الكبيره. الانديه الكبيره ما شاء الله احنا نادي الاهلي مسوقين بشكل كويس وعندنا يعني، لكن لما تبص للانديه اللي تحت لا ده هيكون في دخله مثلا، البث التلفزيوني لازم يتحسن بشكل معين. في فكره عايز اناقشها مع حضرتك، ويمكن كانت اتعرضت من 4 5 سنين. من ضمن الحاجات الاحترافيه بمعنى يعني الاحتراف او التسويق او الماركتنج في كره القدم، عمليه التشفيط. هل من الممكن ان رابطه الانديه عشان يبقى العائد كبير جدا للدوري المصري انه يتشفر لبعض الدول العربيه او يتشفر اجزاء منه في مصر، يبقى الموضوع البي تي في، ولا انت شايف الموضوع دوت مختلف، ظروفه مختلفه في مصر شويه؟ بالنسبه لي يعني المواطن المصري هيبقى صعب انك تتشفر يعني بسبب الظروف، وانه دي الفاكهه اللي قاعد الناس اللي قاعده في البيت او بيرجع من الشغل بيقعد منتظر ماتش الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي، صعب جدا انك انت تعمله. لكن ممكن يبقى لها حاجات تانية يعني، ممكن تفكر في حاجات برضه تجيب حاجات فلوس. ممكن يعني حاجات تجيب تعمل برضه شغل كمان. انت لما النسق بتاعك يرتفع وتبقى اللي بيدير البطوله بعامل شكل والجمهور يرجع، الحياه ترجع، مستوى هيبقى مختلف خالص. التصوير يا كابتن، كاميرات التصوير طبعاً. انت شفت يعني مع كامل احترامي ملعب مثلا مباراه المحله والجونه، تحس انه الملعب محتاج اضاءه يعني، الملعب ناقص يعني المحله من الفرق اللي يعني لازم اداره النادي ولازم الاتحاد الكره يتابع يا جماعه، لا الاضاءه ضعيفه، التصوير يعني يكاد ممكن الكره تشوفها بصعوبه، الناس قاعده تتفرج يقول لك ايه يا عم في ايه. يعني عايز اقول لك محتاج تطوير، محتاج شكل، محتاج التصوير. يعني مش عاوز اقارن التصوير بدوريات عربيه هتبقى مشكله. اصل نقطه مهمه، لان التصوير انت لما تيجي هتسوق المنتج بتاعك وبتقدمه، رايح تقدم المنتج دوت لمثلا بين سبورت او قناه دبي الرياضيه او وتشوف هذا المنتج بهذا العيب التقني في التصوير، فانت المنتج بتاعك سعره هيقل. لا طبعا. فانت لازم توصل لاعلى درجات الاحترافيه. ده كله ده بيجي من بيجي بقى ما انت مع الشغل بقى، مع ارتفاع بقى وتسويق يجي لك بقى الافضل، وتختار وتعرض وتناقش. واحنا عندنا الامكانيات البشريه اللي تاهلنا ان احنا نوصل لمرحله ابعد من كده. ما انت لازم تجيب ايه يا جماعه، احنا هنطور، عاوزين التصوير، عاوزين كاست محترف في الكوره
متخصص يروح يشوف ويبص ويقول لنا اعمل ايه، محتاجين ايه عشان نوصل للناس اللي احنا بنتفرج عليهم في اعاده اللعبه والبتاع والكلام، بدل ما كل شويه دماغنا موجوعه مش عارف ايه اصل. ولازم الناس اللي تم اختيارها دي تخرج من دايره بنتمي لفلان وعلان، لانه دي مستقبل يعني مسابقه نجاحها بالغلطه بتضر بسمعتها، فخلاص انتهي الكلام ده كله سواسيه مفيش حاجه، والافضل هو اللي يفوز ويكسب واللي عنده امكانيات وقدرات هو اللي يشيل. لكن لازم يبقى كل المنظومه يبقى في ضمير ضمير صاحي، والهدف هو نجاح البطوله المسابقه. مسابقه الكره في مصر تستحق انها تروح في مكان افضل من كده. يعني انت عندك كميه جمله ملاعب اكثر من رائعه، الملاعب دي هتبقى اروع عند ايه بقى؟ عوده بقى المشجع. المشجع صح، انت عندك الامكانيات تراجع المشجع، عندك الامكانيات ان شاء الله بعد تجاوز جائحه كورونا ان شاء الله بعد جائحه كورونا ان شاء الله احنا قادرين إن شاء الله. في تفاصيل ثانيه ويمكن هنكمل ملف تطوير الكره المصريه من وجهه نظر حضرتك، لكن نروح لفاصل، وبعد الفاصل مع الناقد الكبير محمود صدر. بجدد الترحيب بحضراتكم، والناقد الكبير استاذ محمود صبري برحب بيك مره ثانيه. قبل الفاصل كنا بنتكلم على رؤيتك وعلى طموحاتك بالنسبه للكره المصريه والدوري المصري بشكل خاص من خلال رابطه الانديه المحترفه. خلينا نتكلم، لو الانديه دي موجوده وتم تنسيقها بالشكل اللي حضرتك قلت عليه، شكل احترافي، ان دي مجموعه مهتمه بالدوري المصري، ايه اول ثلاث ملفات حضرتك هتكتب عنهم ان ده هو ده المطلوب اصلاحه في الكره المصريه من خلال هذه الرابطه؟ اعتقد الملف الاولاني بالنسبه لي اللي هي مساله التحكيم. التحكيم، التحكيم ملف جدا. التحكيم ملف هو عمود فقري بالنسبه للكره المحترفين، لانه الحكم هو الاساس في اداره اللعبه. اذا توفر العدل، يعني هي الكرة طبعا متعتها في الخطأ، يعني الأخطاء بتبقى هي دي المتعة، مش الأخطاء، أخطاء الحكم، ما يعني أخطاء اللعيبة مع بعض وكده، وارد الحاجات دي، يعني ما فيش حد مش هيخطأ، ده أمر طبيعي جدا. تطوير الحكم واختيار منظومة التحكيم بجانب يعني اختيار الأفراد بقدرات شخصية معينة بعيدا عن الانتماءات وبعيدا عن الموضوع ده اللي وجع دماغنا، انك انت بحسبك بس بديك مقابل، انا بفرغك وبديك هنا وبجيبك في المكان ده بمقابل مادي، ان دي شغلانتك. يعني عندك شغلانه بره تانية، لكن ده الهدف الاساسي هيبقى. اعتقد يعني بتبقى المساله في اوروبا يعني مختلفه خالص، بتبقى دايره مقفوله على الحكام ومعروفين وشغل وشخصيه بره وشخصيه في الملعب واهتمام وتطوير اللاينزمان وعناصر الفار وبتاع، لانه كمان اوروبا كمان بدات تشتكي من حكم الفيديو، بقى في مشاكل كتير جدا عاملها، فبرضه في تفكير في حاجات تانية، ففي ناس بتطالب بالتطوير اكتر والكلام. فالتحكيم عنصر له ثقله كبير جدا، محتاج تطوير بالنسبه لنا عندنا. ملف في منتهى الخطوره، يعني من حيث ملف مش حكم بس كمان يا كابتن هاني، ده اللي هتكلم عنه، ده حكم ومراقب، والاخطر من الحكم ها المراقب اللي قاعد بره اللي بيكتب تقرير، اللي بيشوف وقائع وما بيسجلهاش، اللي سجل حاجه وحد رفع له سماعه التليفون على عشان خاطر يعديها، او الحكم اللي حد يكلمه ويقول له بلاش تكتب دي، خلاص كفايه انذار، بلاش طرد، بلاش ايقاف ست مباريات، خليها مباراتين ماشي. ده الكلام مش او حكم ما يكتبش في تقريره ان اللعيب كلها مش تقرير في واقعه شافها ملايين البشر يعني. هنا بقى ايه مساله الضمير وعدم الضمير، ربما لا تكون حاكمه للبعض في ظل الظروف. هنا اتحاد الرابطه لازم يبقى عندها مراقب معروف ومراقب سري لا يعرفه احد، يعني ما حدش يعرف واحد موجود في البتاع، لكن ده راجل بيدي اللمسه الاخيره، يعني اجيب ناس عندها خبرات في المساله، مش مساله ان انا بدور لناس على ان اجيب له لقمه عيش فاحط مراقب، لا يا جماعه المراقب ده مش فسحه، اما المساله كده لا، المراقب هو اخطر العناصر اللي بتشيل كثير من المشاكل وبتعالجها، ومع تكرارها من تصرفات بعض اللاعبين اللي بتخرج عن النص بعد ما خرجت من الملعب عشان البعيد عن الكاميرات وتصرفات. دور المراقب هنا دور تربوي، دور مهم، دور توجيهي، لكن مسألة ان انا تبقى مفتوحة مشاعر كده واختار اي افضل، ده المراقب ده بيتجاب وبيتعلم وبيذاكر وبيدرس
وبيعرف بيكتب ايه وهيقول ايه ويعمل ايه ويبقى فين موجود وشايف ايه وباصص مع مين وبيتعامل مع مين يعني مسألة مش مسألة كمان نقطة مهمة انه كمان بيراقب خلي بالك هو بيشوف الحاجات المفروض المشاهد مش شايفها او الحكم مش شايفها مش حاجة طبعا تعديات بعض يعني افراد بعض الجهاز الاداري التصرفات غير حتى ما يجي صوته على الكاميرا او يجي الصورة عليه يعني لا طبعا مش مراقب واحد ده واحد واثنين وثلاثة يعني ايه لازم يبقى الجزئية دي من الحاجات اللي هي مهمة جدا ايضا الحكم لازم يكون عنده ثقة في نفسه يعني لا يعني ليس لديه مصلحة سوى اسمه ونجاحه وان هو بيبقى عنده هدف بس بعض الحكام يعني بيقولوا وانا يعني اصدقاء كتير من الحكام بيقول لك طب هاتوا لنا التقنيه وهاتوا لنا الامكانيات اللي موجوده في الدوري الانجليزي واحكموا علينا يعني عندهم جزء بيقول لك احنا محدودين بعدد كاميرات معينه طب انت هتحكم عليا ازاي اذا كان انا معايا 3 4 كاميرات هطلع لك اوفسايد ازاي بنفس التقنيه طب هطلع يعني بيقولوا ان قله الامكانيات هم عندهم التالنت وعندهم الموهبه لكن اديني الامكانيات واديني صلاحيات وانا اشتغل قرارك يا كابتن الحكم في الملعب وسيد قرار يبصوا حكم نهائي دوري ابطال افريقيا كان عامل ايه مصطفى غربال شايف الثقه انت بتتكلم على صفات شخصيه بقى لا شايف الثقه لا شايف الثقه واقف قدام اللاعب في لاعب يقدر يشوع لكن ده هنا ما مش عاوزين نتكلم مش مساله تشويع بس ده وحاجات ثانيه بس مسكين مش قادر يتكلم هيروح فين اختيار الشخصيه والثقه مش بالزعيق هي مش بالحكم اللي بيقعد يزعق ده بيعمل منظر وهو يعني لو مؤاخذه لا حكم انت في نماذج تقدر تيجي تتفرج عليها هو احنا فين من كاس العالم ولا حتى من افريقيا في المباريات المهمه شوف التفصيله بتاعت الحكم المغربي او الحكم الجزائري او حتى هو ما هو احنا برضو مش عايزين ندوس على حكام مش عاوز ادوس انا مش بسكرب ادوس لا يعني انا بقول لك ايه لازم تحافظ على نفسك بعيد طبعاً وتنقى طبعاً بنفسك طبعاً عن اي مهاترات وتنقى بنفسك انك تتابع فلان ولا علان خلي ضميرك هو الفيصل والحكم في الجزئيه دي يعني ادي حق لاصحابه حتى لو كان الكلام ده حسيت انه مثلا هيتسبب لك في مشكله اذا انت ما اصله ايه يعني طريق الحق ده صعب قوي ما هو قول الحق لم يدع عليه ايه صديقا يعني ما خلاص لك فانت قرار الحق برضه ممكن يعمل لك مشكله فانت لا ارمي الموضوع ده على ربنا ان هو بقى يعني بيديك كل حاجه مطالب انه لازم مطالب انك انت تبقى كده عندنا ناس عندنا ناس كويسه جدا عندنا حكام بس محتاج انك انت كمان لما اجيب الرابطه دي يبقى عندي ايه لا يجرؤ احد كائن من كان يخرج بعد المباراه يتكلم كلمه عن الحكم وقرار ايقاف بص عليك على اللي بيحصل في اوروبا عامل ايه وهو الحكم خد باور في اوروبا عامل ايه من الشكل ده عنده ناس بس انت لازم تكون ايه عادل في قراراتك مش تشوف الحاجات دي ان هي بتحميك فبقى تتمطع بقى وتشوف نفسك بقى وتدي بقى حاجات بقى ما يصحش تتقال وتقول اصله قال لي وما قاليش وتبدا تكذب وتالف عشان تداري على اخطائك لا. فاعتقد ان هذه المنظومه اذا انصلحت انصلح كل شيء في كره القدم تمام. على فكره دي جزئيه الجزئيه الثانيه بقى خش على المسابقات تنظيم المسابقات يعني حضرتك بتتكلم على الملف الاول الخاص برابطه الانديه او الملف هو دوري منتظم يبدا يوم 1 سبتمبر ينتهي 1 او نص مايو 30/5 مثلا يعني 5 يعني انا حددت كده وعملت كل ارتباطاتي وما عنديش يا جماعه وهفتح يا عم القوائم عشان ما حدش يقول لي ان انا هاجل وما اجلش مش حاجه اسمها طبعا عشان لو ظروف كورونا دلوقتي انت دلوقتي زي الظروف دي جيت قلت لك يا عم مسابقه او بطوله الكاس هتتلعب بدون الدوليين مش غير الدوليين فانت ما تجيش تقول لي انا لا ما فيش الكلام ده لا ده خلاص الناس بره يعني دي ظرف استثنائي انت يعني لا بلاش انت عندك ولا مش عندك ما عندكش خلاص وما تتكلمش يعني التطوير بقى يبقى انت ماشي هنا كده ايه اخش بقى على نظام بقى المسابقه واخش بقى على الشكل المحترف اللي انا عاوز اجيبه واحط اساسي وابقى عندي هدف ان انا لما بطور بحافظ على تركيبه المنتخب بتاعي ان انا ما في اماكن ما ينفعش اجيب فيها بتتكلم على عدد الاجانب او عدد المحترفين شكلهم عامل ايه نظام ايه سنه ايه تركيبته ايه لاعب دولي ولا مش دولي ما بجيبش اي يعني انا ما اجيبش واحد وخلاص اجيب لاعب دولي لازم اجيب لعيب دولي بيلعب في منتخب بلاده عشان يطور لي ويفيدني ويعلمني واستفيد منه مش مثلا ان انا اجيب واحد وبس يعني حتى لو افترضنا ان عندك واحد هيكسر الدنيا ماشي لاعب كره جامد ماشي مش دولي ممكن هيبقى دولي لما بيجي عندك لكن انت في الاختيارات ما تجيبش وبس يعني انت النهارده عندك 18 لاعب تونسي في الدوري المصري 8 لاعيبه مغاربه واعتقد جزائريين مفيش عدد جمله المحترفين
80 لاعب محترف، 80 لاعب محترف. امسك ورقه وقلم وقول لي مين من ال 80 بيلعب في منتخب بلاده، هتلاقيهم معدودين على الصواب والباقي جاي لك. هتلاقيهم هم المميزين. انا بقول لحضرتك هتلاقيهم معدودين على الصوابع، ادي 1 2 3 4 اللي انت بتجيب. طب فين اللي انت باللي انت جايبهم دول افضل من اللي عندك؟ يعني هل ما عندكش لاعب يقدر يقوم بالدور؟ هل انت ايه الهدف؟ هل الهدف انك جاي يعني تغوص اكتر وتشوف اكتر مثلا كره شمال افريقيا بيفكروا ازاي وبيلعبوا ازاي فبتاخد خبرات؟ هل هم يعني افادوك هنا؟ بقى يبقى انت ايه كاتحاد كوره او كرابطه انديه محترفه عندك عامل لجنه فنيه متابعه للمشهد بتقيم الناس المحترفين دول عاملين ايه اضافات؟ ده اضافوا لي عناصر ايجابيه ولا اضافوا لي حاجات سلبيه انا مش متعود عليها؟ او يحطوا بنود ايهما افضل للفاليو بتاع الدوري المصري والكره المصريه ما ننساش. أيوة. المنتخب مين النجم اللي خلى الجمهور بدل ما كان يجيني في الاستاد 5000 جنيه 50 ناس رايحه تتفرج على في نجم فلان؟ مظبوط. موجود في 2 نجوم النهارده يا جماعه الجمهور بيروح وراهم في كل حته بيمتعوه بيعمل. ما انت لازم تدور طبعا بتحب ترفع في القيمه بتاعتك بتجيب حد يروح واخدك وسحبك عامل لك طلعك فوق كده فبيعمل لك فرق وبيعلم ناس ثانيه وبيربطها وبيعمل لك شعبيه وبيجيب لك يعني وتسويق وبتاع وبتدفع الفلوس عشان الكلام ده عشان انت ايه تستطيع انك تستردها ضعف وثلاث اضعاف. لكن بالنسبه لي ان اجيب لاعب وهات هنا عم وهات هنا بكرايت وهات هنا نص ملعب وفي الاخر تدور على المنتخب ما تلاقيش ايه. لا وانت من رايك انت مثلا على الدوري الانجليزي يقول لك 75% لازم اولا يكون لاعب دولي وكمان لاعب 75% في اخر سنه مع منتخب بلاده. يعني كمان مش انت لاعب دولي وخلاص لعبت ماتش خلاص، لا انت لازم تكون لاعب 75% في اخر سنه او سنتين اعتقد مع مشوار بلدك. تفتكر ممكن البند ده يتحط بس بنسبه اقل؟ انت لاعب دولي مثلا لاعب 20% او 25% من خلال مبارياتك، لان زي ما بتتكلم ده بينعكس على قننها يا كابتن. عاوزين يعني عاوز اقول لك ايه يعني تبقى عاوز اقول لك ايه يعني قنن يعني عيب ان انا اتعلم من اللي احسن مني؟ لا أو طبعا يعني اكيد لا مش عيب. ولا ما عيب ان انا اشوف ده بيطور ازاي وبيعمل ايه؟ عيب لازم اطلع ما يعني انت لما تحب يعني عاوز بتبني يبقى عندك قدرتك انك انت تطلع ناس تبقى تعلمها تقول له انا عاوز تروح لي بره تعمل لي كذا تشوف لي تقعد سنه تطور مستوى اداري شكل ازاي ماركتنج عامل ازاي عاوز اعمل حاجه تنقل لي نقله واروح في ليفل تاني في وضع مختلف عاوز اجيب ازاي المدرب يعرف يختار اللعيب. انت هنا لما بتيجي اختبارات الناشئين بيجيب الفريقين نزلهم 15 دقيقة وعلى اساسها بيقيم. مفيش 15 دقيقة وديك انت حضرتك شفت لا ده مفيش 5 دقايق ولا 10 دقايق اللي شات شوتين واللي ثلاثة ولا أربعة وفي الغالب أغلبهم بيروحوا بالمجاملات احنا عارفين مش عاوزين نتكلم عشان ده ملف يعني لو اتفتح هيبقى فيه كارثة ومصيبة. لكن الغالبية فين بقى المواهب؟ يعني في لعيبة لو اتكلمنا على اتحاد دور اتحاد الكورة ده هيبقى دور من ادوار اتحاد الكورة اللي هو تطوير اللعيب والمدرب والناشئين من خلال اتحاد الكورة اللي عندنا مثلا الأندية الكبيرة محتاجة المساندة ديت محتاجة المساعدة دي. أيوة. لأن أنا يعني أنا دايما باخد التجربة الألمانية بالنسبة لي مهمة جدا لأن الاتحاد الألماني مش الرابطة، الاتحاد الألماني المنسق بتطوير قطاع الناشئين وقطاع المدربين هو كمان مهتم بالانديه. يعني عنده مش اكاديميات يا كابتن عنده اكتر يعني عنده انا بقول لك الرقم تتخض الكلام ده من 2008 عنده اكتر من 70000 اكاديميه 70000 اكاديميه تبع لمين؟ تبع الاتحاد الالماني. طيب حضرتك اللعيب اللي بيروح في الاكاديميه دي بيدفع فلوس؟ لا انت عارف الاكاديميه دي عباره عن ايه؟ هو بيقول لك اي في المانيا كبيره جدا فيها كل منطقه فيها مدرسه المدارس فيها ملاعب فبيقول لك خلاص احنا الملعب ده تبع يعني هيعينوا واحد من جوه البلد او من جوه او مدرس او عنده تالنت من جوه البلد يقول له انت تبع مثلا مدرسه الفلانيه وتسمى اكاديميه. فاللي بيطلع بيقول لك الولد عنده 7-8 سنين بيشوفه تالنت شويه في مش عارف في دورتموند في كذا زلاوتن في بريمن فالولد من 8 سنين عندهم داتا كبيره جدا بتتحول للاتحاد الالماني ان الولد مثلا فلان الاستاذ محمود صبري في برلين عنده 10 سنين ممكن يكون كويس وبالتالي بتقدم الخدمه دي للانديه تعمل سيرش عندك سيرش انك تروح تشوف الولد دوت وتتعلم. بلاش والنبي يا كابتن بلاش ايه مسافه كبيره قوي. لا ما هو اصل ده هو هنا الوضع هنا اكل عيش والله يا كابتن. بص ما دام ما فيش سيستم ونظام واضح وما فيش مش هتعرف توصل للمستوى ده عاوز ناس توسيع القاعده توسيع القاعده ده توسيع. ده دور مين؟
دور اتحاد الكوره ما فيش مع الوزاره، مع الوزاره والانديه بتساعد في الجزء ده طبعا. انت في كل قريه المفروض طبعا يبقى في مدرسه، يعني المدرسه تابعه للدوله، تابعه لوزاره الرياضه، وليها ملعب وليها انا معين مجموعه لشغلانه بياخدوا مرتبهم مني. دوره انه يقدم لي خمس ست مواهب، ثلاث اربع مواهب في السنه. دوري يقدم لي موهبتين، عندي موهبتين في كل سن، موهبه في كل سن. ده انت لو طلعت موهبه في كل سن وانت في هذه الاطار مش بتركز على كره القدم بس، ده انت بتعمل المفروض من خلال العلماء، وعندنا علماء وعندنا ناس اكفاء، انك انت بتقول ده انا كمان عاوز في الفتره دي اللي هي مصر لما ظهرت في الاولمبياد وخدت بطولات ميداليات وراحت بسبب ايه؟ بسبب الانديه الشعبيه. بدور بقول انا عايز الا ادور على لاعب باسكت، ادور على لاعب فولي، ادور على لاعب العاب قوه، رامي رمح، دفع جول، يعني عايز اقول ايه؟ كل الكلام انت بتاخد مشروع وبتكبره وبتحط، شوف نتاجه مستقبلا. ده مشروع ما بيجيش في يومين ولا في سنتين، ده مشروع بيبقى خطط بتتم يعني ايه البناء فيها تدريجيا، بيجي من تحت كده بتصل لمرحله يبقى عندك يعني الاف مؤلفه. لكن فين دلوقتي؟ كل قريه فيها مجموعه عملوا ملعب خلاص، وجاب حد عمل له اكاديميه، وتعالى يا عم ادفع لك 50 جنيه لابنك وهنجيب لك كذا، وفي الاخر المحصله يعني الاب بيدفع 50 جنيه لك والنتيجه ايه؟ والدايره دي دايره مليئه بالنصابين ومحطمي الاحلام لهذه الاجيال دي بصوره مرعبه يا كابتن هاني. بتحتاج ايه؟ بتحتاج وقفه وبتحتاج ضمير، انه احنا عندنا ناس، عندنا اولاد عندهم استعداد يروحوا في اماكن افضل من كده، بس فين؟ زي ما تشوف انت بتقول ايه؟ قاعده ممارسه توسع القاعده 100 مليون لعدد الممارسين ما يتعداش كام؟ ما وصلناش 100,000 باين المسجلين يعني في اتحاد الكوره 93,000 حاجه يعني، مش قادر اقول رقم ما اعرفوش، لكن يعني عدد المسجلين اللي بيلعبوا الكوره في المانيا في سنه 2006 كان 6 مليون 700 وحاجه، 6 مليون. فانت بتتكلم الكلام ده، انا المعلومه عندي يعني لما كنت بدرس ده من 2007، انت بتتكلم على 6 مليون دلوقتي ممكن يكون 12 13 مليون. فتوسيع قاعده يعني قد دوره زي تونس بيلعبوا كوره، شوف انت بيلعبوا كوره ده مش الالعاب الثانيه كوره، لا يعني مقيدين في على الدرجات المختلفه، ان انت عندك خمس درجات يعني. فدي دي نقطه. طيب الملف الثالث، اتكلمنا على التحكيم، اتكلمنا على عمليه تنظيم المسابقه، تنظيم الملف الثالث اللي انت تتمناه رابطه الانديه انها تشتغل عليه مباشره بعد اقامتها او بعد يعني الاستقرار عليها. هو انا يعني لو عامل الاثنين دول ايوه مش هتعمل في ساعتها طيب يعني ماشي. هتاخد انت يعني طبعا احنا دخلنا معاهم شكل اللاعب المحترف، وقلنا انه لازم يبقى له شكل مختلف عشان تبقى ترتقي بالمسابقه نفسها. تسويق وتوزيع الحقوق، برافو عليك، تسويق المسابقه وتوزيع الحقوق بعداله على الجميع، وحفظ المكتسبات للانديه الكبيره اللي هي البطله ده بشكل مختلف، وتوزيعها انه الربح هنا في جزء منه بيروح لانديه الدوري الممتاز بي والدرجه الثالثه والرابعه. هم بره بيعملوا كده بيطوروا، بدليل انك انت مثلا الصاعد في الدوري في من القسم مثلا ثاني في انجلترا لما بيطلع دوري ممتاز بياخد 150 مليون جنيه استرليني، خلاص انت هنا بتاخد 150 جنيه، وحتى بطل الدوري ما بياخدش حاجه، يعني ما لهوش اي حاجه، ما فيش اي دوري، حاجه غريبه جدا يعني. ما الفلوس بتروح فين؟ يعني طب تسويق البطوله بيروح فين؟ يعني المفروض النادي بيسوق من خلال مكتسباته هو، يعني اذاعه المباريات، حقوقه، ده كله بجهد لعب. فين صحيح. فين تسويق اللعبه؟ يعني فين المقابل اللي هياخده عشان يحس ان هو عمل جهد عشان انت يبقى عندك بطوله مكسره الدنيا؟ ده بيبقى يعني دي من الحاجات، الثلاث حاجات لو احنا بدانا بس. الملف الاهم هو تكوين الرابطه، ورابطه قويه وانفصلت عن اتحاد الكره. نتمنى ده، اتمنى، واتمنى ان يكون يعني رئيس الرابطه يكون حد عنده خبرات ومتخصص في المساله، عنده هدف انه ينجح، ولازم الناس كلها تساعد وينجح، ولازم يقول انا هنجح عشان هعمل واحد اثنين، ومحتاج ان انا واحد واثنين وثلاثه واربعه، مش نعمل له العراقيل ونبوظه ونفشله ونعمل صحيح صحيح لا. يعني وبلدنا تستحق طبعا التعب وتستحق اكتر من كده بكتير، وان شاء الله يعني دايما الواحد متفائل والجاي افضل ان شاء الله. استاذ محمود صبري بنشكرك شكرا جزيلا، كانت يعني حلقه مميزه وفقره مميزه مع حضرتك دايما، فبنشكرك شكرا جزيلا، وعلى طبعا على وعد ان شاء الله، ان شاء الله سعيد كنت مع حضرتك، وان شاء الله
يكون يعني نتواصل بقى يعني نعمل نشوف مصر راحه فين في الكوره ان شاء الله. فتحت موضوع 100 110 10. شكرا جزيلا. بعد الفاصل معنا الكابتن الكبير محمد حشيش في البيت الكبير.